السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى فتحي من قناة ياسمين لتعليم الكروشيه. الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من فضلك لو داخلة قناتي أول مرة اضغطي على المربع الأحمر، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. عاوز أشكر كل متابعيني حبايبي، كل اللي بيدخلوا ويتابعوني ويعلقولي. انا بجد 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 بحبكم في الله، وربنا يخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا 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 يا رب. غرزتنا النهارده يعني مش قادره اقول لكم، حلوه، بطانيه، شال، بلوزه، تدخليها في اي حاجه، اي حاجه ممكن انت عايزه تعمليها تعمليها بيها، مش مجرد كلام والله. هي فعلا غرزه جميله، وانت لو شفتيها تعجبي تقولي له اكيد الغرزه دي صعبه. هي دورين بس، هي تكرار سطرين، والغرزه في منتهى السهوله، جدا 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 سهله، جدا 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 جدا. يلا عشان مش هطول عليكم، يلا بينا نبدا ونشوف هنستخدم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هستخدم اليز بيبي سكريم، تمام، ده اللي انا هستخدمه. بس طبعا الشله يعني قربت تخلص، لان على طول بعمل لكم منهم عينات، وطبعا العينات دي برميها، ما بستخدمهاش في حاجة تانية، بعمل بس عينات عشان القناة، وخلاص خلصت تقريبا البكرة. فأنا هستخدم منها لونين اهو، ادي اللونين الابيض والاحمر، تمام. هنشوف، يبقى الغرزة لونين مع بعض، اللونين حلوين قوي، الاحمر مع الابيض، وطبعا ده ذوقك، تحطي الالوان اللي انت عاوزاه. اول لون هنستخدمه هو اللون الابيض، تمام. وهنعمل ايه؟ الغرزة سهلة وبسيطة جدا، ومش هنستخدم فيها مضاعفات اي حاجة. حضرتك عايزة تعملي بطانية، هتعملي سلسلة مثلا بطول متر، عملت عقدة البداية اهو، تمام، وهاخد سلسلة. الخلفية لونها ابيض، تمام، والخيط ابيض، بس انا لما هدخل بالاحمر الاحمر هيظهر، ما تقلقوش. يبقى انا عملت عقدة البداية، وهاخد عدد من السلاسل بطول العينة او الشغل اللي انت عاوزة تعمليه، تمام. ويعني الطول انت عايزة مثلا متر، زودي على المتر كمان 10 سلاسل، 5 سلاسل، احتياطي يعني، بس لكن من غير اي عدد، وما تعديش ولا تعملي اي حاجة. طب انت عايزة بلوزة برضو نفس الشيء، هتعملي عدد من السلاسل ومش هتعدي ولا اي حاجة، خلاص. طيب انا هو مش عايزة اقطع الفيديو علشان ايه، ما انا هعمل عينة بس صغيرة اهي، تمام، خلاص وقفت لحد هنا. هعمل ايه بقى؟ هدخل، انا عملت السلسلة بس بالابيض، هدخل بقى باللون الاحمر اهو كده، ادي اللون الاحمر اهو، هدخل كده من هنا، وبعدين اجيب الفتلة دي الناحية التانية كده كأني بقعد عليها اهو، علشان اخد سلسلة وكمان واحدة، يبقى 2، تمام اهو. طيب الف الشغل بتاعي بقى كده، واخلي السلسلة قدامي اهي، تمام، السلسلة قدامي اهي، هدخل في اول هنا، في اول سلسلة عندي اهي، هدخل فيها السلاسل اللي انا عملتها الاول، هعتبرها عمود، هعمل كمان عمود، وفي نفس المكان كمان عمود. يبقى انا عملت هنا قد ايه في البداية؟ 3 اعمدة، تمام اهو، بداية الشغل 3 اعمدة، خلاص. هاخد 3 سلاسل، 1 2 3، وهبدأ اعد. هو الراوند ده مش هيتكرر يعني، او هيتكرر بس مش هيبقى بقى بسلاسل ولا كده، هيتكرر بس بطريقة تانية. هعد 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 هدخل، ادخل الابرة بتاعتي اهو، وهعمل في نفس المكان 5 اعمدة، ادي 1، ادي 2 3 4 5، ارجع اخد 3 سلاسل، واعد تاني اهو، 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 اهو هدخل. انا ما خدتش، ملفتش الخيط على الابرة اهو،
وادخل في نفس المكان، اعمل ايه؟ اعمل 5 اعمدة. ادي واحد عملته، ادي 2 3 4 في نفس المكان، اعمل 5. ارجع اخد 3 سلاسل، الف الخيط على الابرة واعد 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 ادخل نفس الشيء اعمل 5 اعمدة. ادي 2 3 4 5، اخد 3 سلاسل وهكذا. تمام اهو، شايفين ده اول دور اهو، سهل وبسيط جدا. تمام، اكمل بقى العينة بتاعتي بنفس الطريقة، بس الاختلاف هنا ان هنا البداية 3 اعمدة بس، لكن دول 5، وفي النهاية برضو هعمل 3 اعمدة بس. تمام، نكملها بقى يلا وارجع لكم. رجعت لكم تاني اهو، ادي الراوند الرقم 1 زي ما انتوا شايفين، الخيط الابيض انا ما قطعتوش اهو زي ما هو متصل معايا، ما قطعتوش، مش هنقطعه. اخر حاجة هنا اهو، انا هنزل هعد 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 انا هدخل وهعمل 3 اعمدة بس، زي ما انا بديت ب3 اعمدة هعمل 3 اعمدة. ادي 1 2 3، شايفين؟ طيب والسلاسل دي خلاص هفكها، مفيش فيها اي مشكلة. هعمل ايه بقى؟ هشد الخيط ده كده، تمام، وهسيبه زي ما هو، مش هقطعه، وهروح الناحية التانية عند الخيط الابيض اللي هو كان هنا اللي انا كنت سايباه. تمام، وهدخل هنا كده اهو، شايفين الخيط اهو، هدخل وهاخده عند اول سلسلة هنا، في اول سلاسل هاخد في اول سلسلة اهو، وهعمل كده 1 2 3 4. اخدت كام؟ 4. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ هلف كده الخيط على الإبرة وهروح هلاقي هنا 5 سلاسل، هدخل في تاني سلسلة كده، شايفين؟ هضيق ايدي كده وهنعمل عمود موسع. يعني ايه عمود موسع؟ يعني هخرج من حلقة وبعدين كمان من حلقة وبعدين كمان من حلقة. انا هغير الخلفية شوية علشان انا حاسة ان الخلفية الابيض مش مناسبة، هغير الخلفية. اعتقد كده الخلفية افضل اهو. تمام خلاص، وبعدين هاخد سلسلة وبعدين هنزل في السلسلة اللي جنبها بالظبط، وهدخل نفس الشيء هعمل عمود موسع، اخرج من حلقة واحدة وبعدين كمان حلقة واحدة وبعدين كمان حلقتين اخر حاجة، وبعدين هاخد سلسلتين، دول كام عمود؟ 5. هعد 1 2 3، في رقم 3 اهو هدخل اعمل حشو. تمام، هرجع اخد سلسلتين 1 2 والف كده، واسيب اول سلسلة هنا تحت مش هشتغل فيها، تاني سلسلة هدخل فيها اهو، وضيق ايدي كده، ما امسكش كده اوسع ايدي، لا اضيق ايدي زي ما انتوا شايفين كده، اخرج من حلقة واحدة كمان حلقة كمان حلقتين سلسلة، اروح للسلسلة اللي بعدها على طول اهي، هدخل كده وضيق ايدي، اخرج من حلقة كمان من حلقة كمان من حلقة. طب انا بعمل ليه العمود الموسع ده؟ علشان انا عايز العمود مبروم، عايزاه طويل وعايزاه مبروم. تمام، ارجع اخد سلسلتين وهروح عند العمود رقم 3، 1 2 3، وهاخد حشو كمان سلسلتين، وهلف اسيب اول سلسلة وادخل في السلسلة رقم 2 اهو، واعمل عمود موسع اهو، واخد سلسلة وانزل في السلسلة اللي بعدها كمان اخد عمود موسع اهو، وبعدين سلسلتين واروح في العمود رقم 3 واخد حشو.
بصوا كده شايفين سهلة ازاي؟ بصوا شايفين سهولتها. طيب خلاص عرفنا الراوند ده رقم 2، تمام. اكمل انا بقى المجموعة دي بنفس الطريقة وهرجع لكم. سهلة جدا جدا جدا. خلصت حبايبي الراوند اهو زي ما انتوا شايفينه، جميل ازاي؟ شايفين القلوب بدأت تظهر، قلوب شكلها حلو قوي. اخدت اول حاجة الفي ستيتش اللي هو هنا، تمام. بعد كده انا كنت طالعة هنا بسلاسل عادية اهو، يبقى هنزل هنا بعمود بلفة اهو، هلف الخيط على الابرة، ودي زي ما هي الخيط الاحمر زي ما هو اهو. الحلقة اخر حلقة فيه، هروح عند اخر عمود وهدخل فيه عشان اعمل عمود بلفة عادي جدا اهو، عمود اهو. وبعدين هدخل الحلقة دي، هدخلها هنا واشد كده عشان اخدها معايا، تمام. وبعدين هخرج من 2، وبعدين اخد الاحمر بقى معايا عشان انا هشتغل بالاحمر، اخرج من 2 التانيين عشان يبقى الجنب مستقيم بالمنظر اللي انت شايفاه كده، ويبقى هنا كده بالمنظر ده. طبعا الابيض لسه موجود عشان هطلع بيه استخدمه تاني، تمام. خلاص هطلع كده بسلسلة لف الشغل بتاعي اهو، وبعدين ادي 1 2 3، 3 سلسلة. يبقى خلي بالكو في دور، الدور اللي هو اول دور احنا طلعناه عملنا نص قلب، ده بعتبره قلب، اما ده بديت بيه بنص قلب بس. يبقى هنا ببدأ نص قلب وبعدين قلب، هنا بقى العكس، بطلع بسلاسل بس مش بطلع بتلات اعمدة، بطلع بس بتلات سلاسل، وبعدين الف في ايدي وهدخل جوه الفي ستيتش دي شايفينها، واعمل فيها 5 اعمدة، 1 2 3 4 5، 3 سلاسل اهو. يبقى خلي بالكو دور انا طلعته ب3 اعمدة والدور بسلاسل بس، طبعا 3 سلاسل وعمودين يعني 3 اعمدة، اما الدور اللي بعده 3 سلاسل بس. الدور اللي هيجي بعد كده هيبقى نفس ده. طيب خلصنا 3 سلاسل، هنروح للفي ستيتش التانية ونعمل فيها نفس الشيء. يبقى انا دلوقتي كأني بالظبط بكرر اول راوند اهو، مع اختلاف الاماكن كده. كام كده؟ 4، وادي 5 اهو. فاكرين لما كنا بنعمل هنا 5 اعمدة في نقطة واحدة تحت هنا، بس مع اختلاف الاماكن اهو، وبينهم 3 سلاسل، 1 2 3، تمام. اروح على الفي ستيتش اللي تقابلني بعد كده وهدخل فيها برضو، وهعمل 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5، كمان 3 سلاسل، 1 2 3، اروح للفي ستيتش هنا برضو كمان واعمل 5 اعمدة. بصوا اهو، شوفوا السهولة. يبقى الدور اللي كان هنا انا كررته هنا، مع الفارق كررته باتجاهات متعاكسة. بديت هنا ب3 اعمدة، 3 سلاسل وجنبها عمودين، اللي فوقه يعني يعتبر نص قلب بس، لكن هنا تبتدي ب3 سلاسل وقلب على طول. اكمل بس الكام واحدة دول عشان اختصارا للوقت وارجع له. يا جمال ويا جمال، وخلصت الراوند، شفتوا الشياكة والجمال ومنسطح وجميل، والخيط الأبيض زي ما هو مشبوك هنا، وجيت هنا زي ما أنا طلعت ب3 سلاسل في البداية هنا برضو نفس الشيء، هنزل بمقدارهم اللي هو إيه العمود. هنزل فين بقى؟ مش هروح على أي مكان في ال3 سلاسل دول، ولا هاجي هنا، أنا هروح عند المكان اللي شبكت فيه الأبيض أهو أهو، في المكان اللي أنا عملت فيه الأبيض هعمل، هوسع إيدي كده شوية وهعمل إيه؟ عمود بلفة. يبقى ال3 سلاسل دول انا مش هاخد فيهم حاجة خالص، انا هنزل في المكان اللي بدأت فيه الخيط الابيض، تمام. اشد الخيط بتاعي كده واركنه على جنب واروح للخيط الابيض اهو، تمام. هنعمل ايه بقى؟ احنا كنا هنا عملنا ايه الناحية دي؟ ما بدأناش اي حاجة، عملنا 3 سلاسل الابيض، بديناه ب3 سلاسل وبعدين في ستيتش. هنا بقى هنعمل تعاكس ازاي؟ هنا الاخر
سلسلة في الثلاث سلاسل دول، واروح اخد اللون الابيض كده اهو، شايفين اخدته كده اهو، وبعدين اقفل عليه بسلسلة. تمام. وهعمل ايه هنا بقى؟ انا هنا بديت واحدة كاملة، قلب كامل هنا، وهنا نص، فانا عايزة ابدأ نص نص قلب. اعمل ايه؟ هطلع بيه اربع سلاسل اهم، وبعدين الف وانزل في نفس المكان، وهعمل في ستيتش زي ما انتوا شايفين كده. ليه الفي ستيتش؟ عشان ابدأ نص. يبقى انا بدأت هنا نص قلب، هنا قلب كامل، اللي جاي هبدأ نص قلب. هبدأه فين؟ هبدأه في الفي ستيتش الصغيرة اللي انا عملتها دي. تمام. طيب وبعدين سلسلتين، واروح هنا في النص، واحد اتنين، وفي رقم تلاتة اعمل، خلاص انا هكرر اللي انا كنت بعمله، سلسلتين. تعالوا بقى نشوف هنا هنعمل ايه. احنا كنا هنا بننزل في سلاسل البداية، طب هنا هننزل فين؟ شايفين؟ شايفين المكان عامل ازاي؟ هلف الخيط كده، وشايفين المكان ده، انا هدخل في المكان ده اهو. يعني ايه؟ يعني هاخد الاحمر والابيض مع بعض، هلف الابرة كده وهدخل، وضيق ايدي زي ما كنا بنضيقها تحت، وهخرج من اول حلقة، وبعدين الحلقة اللي بعدها، وبعدين اخر اتنين سلسلة. اكرر بس الناحية التانية، انا خدت هنا هاخد هنا اهو في الفراغ ده، هدخل كده اضيق ايدي، ادخل من حلقة واحدة، كمان حلقة، اخر حلقتين، وبعدين سلسلتين، وهروح في العمود اللي في النص واعمل حشو اهو. بصوا بقى الشكل، شايفين الشكل بدأ يتضح ازاي اهو. كمان مرة هاخد سلسلتين، وهروح اللي هشتغل فيهم هما الفراغين دول، ده وده، هلف كده وهدخل هنا، وهضيق ايدي زي ما انت شايفة كده، اخرج من حلقة واحدة، وبعدين كمان حلقة، وبعدين حلقتين، وبعدين سلسلة. اروح للفراغ التاني، خلاص بقى الموضوع سهل جدا اهو، اخرج من حلقة واحدة، كمان حلقة، وبعدين كمان حلقتين، وبعدين سلسلتين، وهروح هنا في تالت عمود واعمل حشو اهو، كمان سلسلتين. بصوا شوفوا بقى الجمال طلع عاملة ازاي، بصوا شايفين البساطة والسهولة اهو. يبقى ده بس اول دور بس اللي بيبقى صعب شويه عشان بتاخدي في السلاسل، بس بعد كده وانتي شغاله سهل جدا جدا اهو. بلف الخيط، اروح في اول فراغ، اضيق العمود، اخرج من حلقتين، اخرج من حلقتين، اخرج من حلقتين، اخد سلسله، اروح للفراغ اللي بعده، اخرج من حلقه، عفوا من حلقه، حلقه، حلقتين، اخد سلسلتين، اروح عند ثالث عمود وادخل فيه واعمل حشو. شوفوا قد ايه هي سهلة، سلسلتين، اروح للفراغ اهو، اعمل كده، اخرج من حلقة واحدة اهو، حلقة واحدة، كمان حلقة، كمان حلقتين، سلسلة، ادخل في الفراغ اللي بعده، اخرج حلقة، حلقة، حلقتين، سلسلتين، حشو. تمام حبايبي، بصوا البساطة والسهولة ازاي. هكمل برضو معاكم بجد بجد والله، انا ببقى مش عايزة اسيب الفيديو، عايزة افضل اشتغل وافهم فيكم اكتر، بس للأسف المفروض ان انا عندي وقت محدد ما بقدرش اتجاوزه. يعني هكمل برضو والف وارجع لكم، بس عايزة اقطع معاكم الجزء ده علشان برضو انتوا تبقوا عارفين احنا هنعمل فيه ايه اهو. فصلته خالص اهو، بصوا اهو، مجرد ما هتشدوا كده خلاص. وتقدر انت بقى ايه تخبي تخفيه باي بابره التنظيف او حاجه، يبقى اي جزء زياده عندك سهل جدا ان انت تتخلصي منه. جيت عند اخر حاجه في الراوند اهو حبايبي، انا كنت باديه هنا في ستيتش اهو. تمام، اخدت سلسلتين وعملت الحشو بتاعي، والخيط الاحمر معايا اهو، هاخد برضو سلسلتين وهنزل في العمود الاحمر ده اهو، شايفين، هنزل اعمل في ستيتش، يعني هاخد عمود، سلسلة، عمود. تمام، بعدين ادخل الخيط الاحمر كده واشده اهو، اشده كده معايا
وبعدين اخرج منهم كده زي ما انتوا شايفين اهو. وبعدين هاخد بقى الخيط الاحمر بتاعي علشان انا هشتغل بالخيط الاحمر. شايفين الجنب نظيف اهو، اهو شايفين الجنب بتاعي نظيف وطالع فيه خط الاحمر. خلاص انا خدت الاحمر، هاخد سلسلة وهلف في ايدي، هيقابلني على طول هنا على طول مباشرة الفي ستيتش، هدخل جوه الفي ستيتش وهاخد سلسلة حشو، عفوا جوه الفي ستيتش حشو وبعدين سلسلتين، يبقى انا عملت اول عمود. انا هشتغل زي الدور ده بالظبط. خلاص انا هنا هرجع زي ما كنت اول دور. اول دور ده كان 3 سلاسل وعمودين، انا عملت الـ3 سلاسل وادي العمود التاني، وادي العمود الاول والعمود التاني، يبقى عملت نص قلب، نص قلب بس. طيب وبعدين عادي بقى خلاص هكمل 3 سلاسل وهروح عند الفي ستيتش التانية هنا، وهروح وهعمل الـ5 أعمدة بتوعي اهو. ادي 2 3 4 5. خلاص شفتوا قد ايه الغرزة سهلة؟ 3 سلاسل، اروح للفي ستيتش اللي بعدها واعمل 5 أعمدة، عفوا 2 3 4 5. شايفين قد ايه الغرزة سهلة؟ 1 2 3. شايفين؟ شايفين قد ايه سهلة وبسيطة وجميلة، والنتيجة بتاعتها حلوة 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 حلوة. وعلى فكرة عايزة اقول لكم متاخدش خيط خالص، يعني طبعا ما فيش فيها فراغات، متماسكة جدا، النتيجة بتاعتها حلوة حلوة قوي، وما فيش فراغات، وفي نفس الوقت كمان ما فيش خيط، مش بتسحب خيط. تعالوا نشوف بقى العينة اللي انا عملتها لكم. جولي عمالة تعيط اهي، سامعين صوتها؟ ادي العينة اللي انا عملتها كملتها لكم. بصوا شايفين؟ شايفين الجمال؟ بصوا بصوا حلوة قوي. شوفي الظهر بتاعها، ده الظهر بتاعها وده الوش بتاعها. اي حاجة يعني هي ملهاش وش من ظهر، يعني كله زي بعضه. بصوا حبايبي حلوة قوي 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 قوي. لو انت بتعملي بلوزة، لو انت بتعملي جيب، لو انت بصي لو بتعمليها فستان، يعني تعملي صدر مربع، صدر مربع باللون الابيض او باللون الاحمر، وبعدين تيجي بعد ما تخلصي وتقفلي الكمين تفصليهم، تيجي تزودي عدد الاعمده، تعملي عمود فيه تزايد وعمودين عاديين، عمود تزايد وعمودين عاديين، هيديكي اعمده كتير. تمسكي الاعمده دي وتعمليها الغرزه دي، هتطلع لك كده في الفستان. تخيلي بقى كده اهو، هيبقى فيها كشكشه كده بالمنظر ده، وتنزل لك الغرزه كده على واسع، تديكي شكل في منتهى الجمال لو اتعملت فستان بيبي او فستان طفله. شايفين يا جمالها؟ يا شياكتها تحفه تحفه، والقلوب فيها في منتهى الجمال. اختاروا لي اسم بقى، مش عارفه اختار اسم ايه، عنوان للفيديو يناسب القلوب الجميله دي. بصوا بقى كمان اللون ده، شوفوا اللون. طبعا هي نهايتها سلاسل وهنا نهيتها بسلاسل. بصوا بصوا الجوانب بتاعتها عاملة ازاي اهو، مفيش فيها اي حاجة اهو. طبعا انا شلت خالص الفتل اللي كانت موجودة، فطبعا متماسكة وشكلها خطير. شايفين اللون ده كمان مع الابيض؟ اللون ذوقك واختيارك، تقدر تعملي فيه اللي انت عاوزاه. المهم ان انا عملتلك اللونين دول، العينتين دول، وطالعين في منتهى الشياكة والجمال. يا رب بقى تدعموني كده، والفيديو ده كده الاقيه يعني فرقع كده من المشاهدات. يا رب يا رب يا رب. حبايبي بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك 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 لايك.